أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد، وخلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس بعثة صندوق النقد بمصر ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، أوضح مدبولي أن الاتفاق يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من برنامج الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين بإجمالي 9 مليارات دولار. الحقيقة النهاردة احنا الحمد لله بنتحرك نحو يعني الوصول إلى هدفنا، إن الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة واللي العالم كله ما شافهاش مرة أخرى، وبأكد على هذا الموضوع، إن الاقتصاد المصري يبقى بيحقق حالة استقرار ويبقى قادر على الصمود في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. أنا بأكد إن البرنامج طبعا زي ما أعلن زملائي، الصندوق الحقيقة حدد مبلغ 3 مليار بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة اللي تم إنشاؤه جوه الصندوق النقد الدولي أيضا، ده بالإضافة إلى حوالي 5 مليار دولار هتبقى بتقدمها الدول الشريكة في التنمية وأيضا المؤسسات الدولية الأخرى، يعني بنتكلم في حدود 9 مليار دولار هتبقى عشان تساعد الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة بإذن الله.